للحديث عن واقع محافظة نينوى ومدينة الموصل بالتحديد، وذلك في الذكرى الخامسة لاستعادة السيطرة على الموصل، معنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي. أستاذ حسين دلي، بداية مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. 5 سنوات على استعادة مدينة الموصل، 80% من المدينة مدمر حتى الآن، أين الخلل من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. تحيه للراشدين وجمهورنا الكريم وشكرا على الاستضافه. الواقع المرير الذي تعيشه محافظه نينوى والموصل على وجه الخصوص منذ 5 سنوات، اي من عام 2017 بعد استعاده المدينه من قبضه تنظيم داعش، تعاني هذه المحافظه اكثر من بقيه المحافظات العراقية بشكل يكاد يمس كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية. من الجدير بالذكر أن أكثر 50,000 منزل تم في محافظة نينوى وفي الموصل على وجه الخصوص، لأن الآلة التدميرية التي استخدمتها قوات التحالف والقوات العراقية والحشد الشعبي كانت تماثل مع الحرب العالمية الثانية، قصف عشوائي منهجي لم يستثني أي مكان، لا مسجد ولا بيت ولا مؤسسة حكومية. والقصف المتبادل بين القوات الحكومية وتنظيم داعش أدى إلى إجهاز على معظم مقاطع ومعالم مدينة الموصل على وجه الخصوص. اليوم المحافظة تعاني في أكثر من اتجاه واقع إنساني المرير. كثير من أهالي المحافظة ليست لديهم رواتب، ليست لديهم إغاثات. أكثر من 30% من سكان الموصل ما زالوا نازحين خارج المحافظة. عشرات آلاف الجثث ما تزال تحت أنقاض كثير من الأحياء التي لم تمتد إليها يد الإعمار لغاية هذا اليوم، رغم كثير من المناشدات في ضرورة تدخل فرق حكومية متخصصة أو استعانة بأجهزة دول خارجية لها القدرة على معالجة هذا الملف الشائك. موضوع الاعتقالات لحد اللحظة لدينا أكثر ما بين 10 إلى 15,000 مفقود من محافظة نينوى في إعادة إعمار المنازل أو المؤسسات. واحدة من الأمثلة الكورنيش البلدة القديمة في الموصل القديمة، هذا الملف الآن أحد أوجه الفساد التي تحدثنا عليها منذ أكثر من عام. اللجنة التي شكلها مصطفى الكاظمي لإعادة أعمار الموصل، هناك تسريبات كثيرة تتهم القائمين عليها بالفساد والمحسوبية. فصائل الحشد الشعبي تسيطر على من خلال مكاتبها الاقتصادية على معظم مشاريع والصفقات الكبيرة والإعمار في محافظة نينوى لا تمر. طيب. يعني في الفترة الماضية والسنوات التي تلت استعادة المدينة فشلت كل المبادرات الدولية لإعادة الإعمار كما تفضلتم، يعني بسبب الفساد وأن الأحزاب تتحمل مسؤولية بقاء المدينة مدمرة إلى الآن. ولكن هل ثمة مبادرات دولية أخرى؟ هل ثمة ضغط دولي آخر من أجل إعادة إعمار أو دعم إعمار المدينة؟ أم أن الأمر مسلم للميليشيات وسيظل وضع المدينة في هذا الدمار على هذا الحال؟ يعني للأسف هناك على الأقل مبادرتين، هناك مبادرتان على الأقل، أحدها من الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص قدمت بضعة مشاريع مساهمات في إعمار المحافظة وخصوصا جامعة الموصل التي زارها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء يوم أمس في أول أيام العيد في المدينة. كانت الدور الرئيسي في إعمار المحافظة في إعمار هذه الجامعة بمنحة من فرنسا على الأوروبي ليس من الحكومة العراقية. هناك المساعدات التي ادت الى اعاده اعمار الجامعه، طبعا ملف اعمار جامعه الموصل يعني كانهم للتغطيه على ملفات الفساد والملفات اللا انسانيه والملفات الحقوقيه
وملف التدمير الذي يطال معظم يعني معالم ومنازل محافظة نينوى. فالمنصف الكاظمي كأنه يهدف إلى زيارة جامعة الموصل، بينما لم يزر الأحياء المنكوبة، ضحايا المقابر الجماعية التي كشفت عديد منها، بل المطالبة مثلا بملف مثل مقبرة الخسفة، هذه المقبرة التي يتكلم أهالي الموصل عن وجود فيها 5 إلى 10 آلاف فرستة، يعني إلى الآن ترفض الحكومة العراقية أو القضاء العراقي في إنهاء هذا الملف الإنساني، على الرغم من ارتباطها بملف بدل الحديث. يعني نرى بدل الحديث عن موضوع دعم إعادة إعمار المدينة، يظل الحديث عن جثث تحت الأنقاض وأنقاض لم ترفع، وهذا الحديث منذ 5 سنوات وإلى الآن نفس الحديث يدور باستمرار في هذه الأوساط. ولكن كان الهدف هدف أمريكا والتحالف من هذه العملية، عملية ما يسمى باستعادة الموصل، الهدف هو تحقيق الأمن في الموصل. مثلما تحدثنا أن هناك واقع إنساني سيء، أيضا نرى أن هناك واقع أمني غير مستقر. يعني الكثير من المراقبين يرون وجود يعني الميليشيات الموالية لإيران، وصور قادة هذه الميليشيات مثل سليماني وغيره موجودة في المدينة. هذا يدل على فشل أمريكا وفشل التحالف في تحقيق هدفه الأمني في المدينة. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني في الواقع هناك محاولات لتغيير هوية الموصل، وليست الموصل وحدها، بل هذا مشروع يجري في أكثر من مدينة، يعني نقولها بصراحة أكثر من مدينة سنية في العراق. في سامراء كانت الموضوع واضح جدا من خلال سيطرة ميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر، في المقدادية وفي بعقوبة في ديالة نفس هذا الإشكالية، في مناطق غرب الأنبار الميليشيات تحاول تغيير كثير من هوية وسكان تلك المناطق، وما يجري في الموصل على نفس المسار ونفس السياق. هناك محاولات لتغيير ثقافة محافظة نينوى ومدينة الموصل، ما شاهدناه قبل أسبوعين من تنظيم مهرجان تنشر فيه أناشيد إيرانية بلغة فارسية، تحضر فيه صور لخامنئي وخميني وقيادات في الحشد، وهذه كلها غريبة عن واقع المدينة وسكانها وهويتهم. فصائل الحشد الشعبي ومكاتبها الاقتصادية كما قلت تسيطر على الواقع الاقتصادي في المحافظة. ذاك الأسبوع شهدنا إحراق غابات الموصل، وغابات الموصل الكل يعرف أنها تحت سيطرة مباشرة من فصائل ميليشيات الحشد الشعبي. هناك المناطق الحدودية بين محافظة نينوى وصولا إلى سوريا تسيطر عليها فصائل الحشد مع حزب العمال الكردستاني. سنجار يسيطر عليها البككة وتمنع فيها العوائل العربية وحتى اليزيدية من التحكم بمدنهم. الواقع الاقتصادي المرير، السيطرة حتى على ملف التعيينات والمؤسسات الحكومية. المحافظ نجم الجبور شبه عاجز، وما تسرب يوم أمس من المشادة بينه وبين وعد القدو الشخص المسيطر الفعلي على مناطق سهل نينوى بالتعاون مع ريان الكلداني المسيطر على مناطق أخرى مجاورة في تلك البقعة الشاسعة من مناطق غرب نينوى، تؤكد حقيقة أن الواقع الأمني واقع مرير، الواقع الاجتماعي مأساوي، الواقع الإنساني والحقوقي يعني واقع يشي بكثير من المصاعب التي فشلت فيها الحكومة العراقية في الاستجابة وحل تلك المشكلات، رغم نداءات من المؤسسات التي تقود الموصل، المنظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى. حتى المحافظ رغم عجزه وجه كثير من الرسائل إلى الحكومة العراقية للتدخل مباشرة، ولكن تبدو يد الحكومة عاجزة وإرادة الحكومة متقاعسة عن حل تلك الإشكالات.
وهذا الواقع الذي يعني يتجسد في محافظة نينوى يتجسد في محافظات أخرى. تعجز الحكومة عن فرض إرادتها وسيادتها على تلك المحافظات، فلا حلول أمنية حقيقية ولا حلول اقتصادية ولا اجتماعية. فالنازحون المهجرون، الحالة التجارية، هناك عمار بسيط. نشكرك، شكرا جزيلا أستاذ حسين الدلي، ونعتذر منك لضيق الوقت. أستاذ حسين الدلي من الدوحة، المتحدث باسم مرصد أفاد، شكرا جزيلا لكم.